ايه ليلى؟ ايه حبيبتي؟ ايه شو كم مرة بدك تسأليني؟ قلت لك فوتي واحكي معه عادي. ايه وشوفي شو بيقول لك. طيب حبيبتي يلا بدك شي؟ باي. هاي نورا. شو راجع بكير؟ لأنه عم يزبطوا الصالة عنا. هاي الفهمانة صاحبة النادي قررت تفوت دورات تايبو ونحن ما عنا غير صالة واحدة. يعني انتو اثنين بتدربوا بنفس الصالة؟ لك طبعا لا، انا بصير باخدها نص الوقت وبدرب فيها ايروبيك وبس خلص بيجوا جماعة التايبو. ايه بس هيك يعني ما حيأثر على شغلك؟ يعني ما حيخف؟ لا ما بيأثر بالمرة، لانه انا عندي 3 جروبات، كل جروب فيه 8 بنات. لشوف مين هالفهمانة اللي رح تروح تسجل عندها لمدربة التايبو. ليش هيك عم تحكي عنها؟ يعني ما انا منيحة؟ لسه ما عرفت خيرها من شرها، على العموم هي رح تبلش دوام من بكرة الصبح. بس نور انا صاروا كل البنات متعلقين فيني كثير بالنادي وما بيبدلوني لو بشو ما صار. مسكينه هالمخلوقه هذيك، ما انا عرفانه حالها لوين فايته. اي لولو شو لسه ما فتي؟ لك انا حابه ارجع على الشغل، شو بك؟ بس بلكي هو يعني خجلني، بلكي ما قبل يشوفني. انا شو بيكون موقفي؟ والله ما بعرف. نور نور نور، لك اسمعي لك اسمعي، حاج طلعي. لك وسام 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 صار وراي، شو بدي اعمل؟ يا رب ما يكون شافني. ايه يلا ايه باي باي. تورا وينك؟ وينك لهلا؟ مرحبا. أهلين أهلين أستاذ وسام. لك مو معقول شو هالصدفة الحلوة؟ لا الحقيقة هي أبدا مو صدفة. شو قصدك؟ قصدك إنه أنا جاية على باب المجلة بس لحتى أشوفك؟ أنا كل المجلة على بعضها ماني شايفتها. طولي بالك، مو هيك قصدي. أنا كنت واقف على الشباك وشفتك واقفة فنزلت لحتى أحكي معك. يعني قصدي أنه طلعتي أنا من الشركة لحتى أحكي معك مو صدفة. أوكي هلأ فهمت عليك، أنت بدك تحكي معي ما؟ إيه مزبوط، بس بفضل نحكي بالمكتب. طبعاً إذا هالشي ما بيضايقك، يعني إذا بتفضلي نحكي بالشارع أو بأي مكان تاني أنا كمان ما عندي مانع إذا بتطمني. لا لا أبداً ما عندي مانع. بس بخصوص شو بدنا نحكي؟ بخصوص رجعتك على الشغل. أنا بعرف إنه الموقف اللي صار المرة الماضية ما كان مقصود، ولساتني لهلأ مصر إنه ما رح ألاقي حدا أنسب منك يستلم عندي قسم الأزياء بالمجلة. أوكي إذا أنت هيك شايف ما فيني إلك لا. تفضلي. عفوا. يا حبيبي معقول لحقت تشتاقي لي؟ هلا كنا مع بعض.